صباح الخير. حركة الكواكب اليوم وعدتنا بهدوء معظم ساعات النهار، أما الأبراج المائية فهن الأكثر حظاً هيدي الفترة. البداية مع برج الحمل، ما تنصاب بخيبة أمل اليوم إذا ما نجح مشروعك اللي اشتغلت عليه كل الفترة الماضية، فالحظ ما كان لصالحك. أما عاطفياً، أكثر من شخص عم بيحاول يتقرب منك لكن أنت مش مفكر بالارتباط بالوقت الحالي. الثور، بتحس حالك اليوم مخنوق بسبب الروتين اليومي، حاول أنك تبعد شوي عن جو الشغل والعائلة وغير نمط حياتك ولو بشي بسيط، هيك بترجع شوي النشاط والحيوية اللي كانوا بحياتك بالماضي. أما عاطفيا، صارح الحبيب بمشاعرك فهو صار له زمان ناطر هيك لحظة. الجوزاء، من المحتمل تتعرض لعرائيل وبعض المشاكل بحياتك المهنية، فحاول أنك تحافظ على هدوءك وهدوء أعصابك وما تأخذ أي قرارات مصيرية هذه الفترة، فأنت كتير تعبت توصل لهذه المرحلة اللي أنت فيها، وما تخاطر بولا أي شيء أنك تخسر البوست يلي وصل له. من كافي مع برج السرطان، بتتمتع باللياقة البدنية عالية كتير وإمكانيات ذهنية بخولوك تكون إنسان مميز بمكان عملك وتلفت نظر كل المحيطين فيك. أما عاطفيا، الحبيب زعلان منك هيدي الفترة لأنك عم تهمله كتير وعم تركز على شغلك أكتر. الأسد، ممكن تمرق باختبار مهني مهم فتعامل معه بتفاؤل ووثاق بإمكانيتك، ما تتأثر بآراء الآخرين وما تخليهم يشككوك بمعتقداتك وتخف ثقتك بحالك، أنت إنسان ناجح وذكي وقادر توصل لكل الأهداف يلي بتحطها برأسك. منوصل لبرج العذراء، حالتك النفسية والجسدية بأحسن حال وهيدا الشيء له تأثير إيجابي كتير كبير على إيجابيتك بالشغل وعلى طريقة تعاملك مع زملائك ومحيطك بشكل عام. أما الشريك فهو الدعم الأساسي والرئيسي لإلك ولمشاريعك، فحافظ على علاقتك فيه لأنه واضح حبه الكبير لإلك. منكمل مع برج الميزان، بما أنك حالياً عم تتمتع بالقوة والاستقرار فأصدقائك رح يقصدوك لطلب النصيحة أو المساعدة، كون على قد هيدي الثقة يلي هني حاطينها فيك. أما اجتماعياً، خصص وقت إضافي لصداقاتك والمناسبات الاجتماعية، فأنت شخص ما بتحب الوحدة وبتشارك بالوجبات كلها، لكن ضغط شغلك هو يلي عم يمنعك هيدي الفترة. عزيزي العقرب، وأخيراً وصلت ساعة الصفر وصار وقت تعلن مشاريعك المهنية الشخصية يلي صار لك فترة كتير كبيرة عم تشتغل عليها. أما بالحب، إذا كنت أعزب ممكن تتلاقى بشريك حياتك من خلال أحد الأصدقاء المشتركين، فكون جاهز لعلاقة وارتباط جدي. برج القوس، راح يهتموا فيك زملائك اليوم بالعمل لأنك راح تخلصهم من مشكلة كتير كبيرة. انتبه من بعض المشاكل الصحية يلي ممكن تواجهك بسبب إفراطك بالأكل وقلة الحركة. أما عاطفيا، ممكن تتلاقى بالحبيب السابق بشي سهرة، فسيطر على أعصابك وتصرفاتك تما تفضح حالك وتبين على مشاعرك. من كفي مع برج الجدي، ضغط شغلك ومشاريعك الكتيرة ما عم بتخليك ترتاح ولا عم بتخليك تعمل واجباتك مع القرايب والأصدقاء، وهذا الشيء عم ببعدهم عنك بلا ما تلاحظ، فحاول أنك تلاقي حل بأسرع وقت ممكن. أما صحياً، لازم تعمل فحوصات بشكل كتير سريع لأنه صحتك لورا. الدلو، مناسبة اجتماعية مهمة بتخليك محط أنظار واهتمام لكتير من الأشخاص بسبب أناقتك ولباقتك بالحكي وحنكتك وخفة دمك. أما عملياً، رح ينعرض عليك مشروع شغل خارج البلد وبمعاش مغري، لكن بسبب تعلقك بعائلتك الكبير رح ترفضه رغم أنه كان ممكن يأمن لك الراحة المادية. ختاماً مع برج الحوت، كل الأمور لصالحك اليوم والحظ مرافقك، فاستغل الوضع لتنهي المشاريع القديمة وتبلش بمشاريع جديدة. فكر بمشروع مع العائلة كرمة تجارب تتقرب منهم من جديد لأن الشغل بعدك عنهم. مولود اليوم بيعتمد على ذكائه وأحسسه القوي وحكي المنطقي والسلس تيقنع العالم بأفكاره، بيعرف شو بده وبيعرف كيف يتصرف مع كل الناس حواليه تياخد كل شيء بده إياه، والقراية هي هوايته المفضلة. أصدقائي، هذه كانت كل معلوماتنا لليوم. أنا حابب أذكركم أنكم فيكم تتواصلوا معي عبر الإيميل horoscopelian@hotmail.com وتسألوني أي شيء بخص عالم الفلك أو أبراجكم، وأنا بلاقيكم بكرة بمعلومات جديدة وفكرة جديدة من أوروسكوب.